أهلا بيكم. هنستكمل مع بعض سلسلة محاضراتنا اللي بنتكلم فيها عن كرانيوفيشيال سيندرومز، لكن وكالعادة وقبل ما نبدأ، لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة فحالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبة لأصدقائنا ما تبخلوش علينا بدعمكم وطاقتكم الإيجابية عن طريق برافو اللايكات والشير. ودلوقتي يلا بينا. كرانيوفيشيال سيندرومز، وزي ما تعودنا فنجان القهوة الجميل بتاعك وورقة وقلم علشان تدون ملاحظاتك وانت بتتفرج علينا، وما تنسوش دايما حكمتنا اللي قلناها عن نيمو. النهاردة موضوعنا عن سيرجيكال تريتمنت اوف كرانيوفيشيال سيندرومز، واسمحولي بان احنا هنفتح كده بدايات لكذا موضوع من الموضوعات الكبيرة والمهمة واللي هيتفرد لكل واحد فيها سلسلة محاضرات. هتكون النهاردة بداية كلام عن هذه الحلول، Surgical Treatment of Craniofacial Syndromes. احنا اتفقنا بان Craniofacial Syndromes وارد انك تلاقي فيها Cleft Lip and Palate، وارد انك تلاقي فيها Mandibular ريسس او ايفن اف مانديبولار بروجناثيزم، وارد انك تلاقي فيها ميد فيس ديفيشنسي، وارد انك تلاقي فيها هايبرتوليريزم، وارد انك تلاقي فيها كرانيو ساينوستوزز، حاجات كتيره جدا. طيب لو كان في عندي كليفت ليب، والله هي الكليفت ليب دي يونيلاترال ولا باي لاترال؟ واحنا اتفقنا بان الكليفت ليب اللي موجوده عند الطفل الصغير هي من اولى الحاجات اللي لازم تتصلح عشان الرضاعه، عمليه السكلينج. حتى لما هنيجي نتكلم بعد كده عن الكليفت هنقول في عندي حاجه اسمها رول اوف 10، رول اوف 10. ايه رول اوف 10 دي؟ يعني العيان يكون عنده 10 اسابيع، الهيموجلوبين بتاعه 10 او اعلى، ووزنه 10 باوند اللي هي تقريبا 5 كيلو جرام او 5 وشوية يعني. طيب ال 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 انك تقفل الديفكت بتاع الكليفت ليب فده اسمه كيلو رافي. طب يا سلام بقى لو كمان في عندك كليفت في النوز يبقى اسمه كيلو راينوبلاستي، بقى لما تيجي تقفل هنا يبقى اسمه كيلو راينوبلاستي. طبعا المهم في الكيرو راينوبلاستي هو انك تظبط الاثاتكس از ماتش از يو كان. يعني مطلوب منك لما تيجي تقفل ان الفيرميليون بوردر اللي هنا يقابل الفيرميليون بوردر اللي هنا، تحاول على قدر المستطاع انك تجيب الفلترم، تمام، تحاول انك تخلي الانتيريور نارز الاثنين متناسقين. علشان كده في ميثودز كتير جدا عشان تعمل بيها كيلو راينوبلاستي. احنا اتفقنا بان المحاضرة بتاعت النهاردة تمهيد لمواضيع كتير جدا. فمثلا زي ما انت شايف هنا بيبتدي يحدد النقاط بتاعته ويبتدي يعمل الانسيجن ويقرب النقاط دي من بعضيها بعد ما يعمل ديسكشن للمصل عن الميوكوزا، ويبتدي يقربهم زي ما انت شايف كده عشان يبقى ده اهو، شايف الفيرميليون بوردر ماشي مع الفيرميليون بوردر، وبيحاول يخلي الانتيريور نارز شبه الانتيريور نارز، تمام. اهو ده برضو طريقة تانية عشان يعالج بيها الكليفت ليب. هنا مفيش نوز تقريبا، تمام، برضو بيقرب النقاط او بيحدد النقاط بتاعته ويبتدي يقربها. طب انا لو عندي باي لاترال كيلو راينوبلاستي ده مور تشالنجينج. هنا زي ما انت شايف، شايف بقى هنا بيجي في المنطقة اللي في النص دي اللي هي الفلترم ويبتدي يحدد برضو نقاط ليها. يعني النقاط العلوية المسافة ما بينها تقريبا من 2 ل 2.5 ملي، وفي النص من 3 ل 3.5، والمسافة بين أعلى نقطة أو أعلى نقطتين وأقل نقطة اللي تحت حوالي 6 ملي. ويبتدي يرفلك وبيخيط اللاير ماسكلر لاير وفي الانر لاير اللي هي الأورال ميوكوزا مع السكين من بره. اهو زي ما انت شايف كده قدامك، اهو ابتدى يحدد، فتح النقاط بتاعته، وهنا ابتدى يفتح فيه اللبس، ابتدى يقربهم من بعض،
تمام كده عشان تشوف المنظر اللي في النهاية حضرتك شايفه ده اهو، ابتدى يخيط اللايرز، ها اهو نيزل بؤورا الميوكوزا وهنا ماسكلر، وهيبتدي بعد كده يقفل السكين، شايف المنظر؟ تمام. طيب طب لو عندي بقى كليفت بلت، قلنا انك تقفل البلت اسمه بلاتورافي، طب ما هو البلت ده في منه سوفت بلت وفي منه هارد بلت. اليورانورافي هي الاكلوجر اوف السوفت بلت، والاستافيلورافي هي الاكلوجر اوف الهارد بلت، او العكس مش فارقه يعني المسمى. يبقى كلمه بلاتورافي في عندي منه يورانورافي واستافيلورافي، ده يتوقف على وانت الكليفت اللي عندك انكلود سوفت اند هارد بلت ولا ايه بالظبط. وبرضو الطرق كتيره جدا اللي تقفل بيها الكليفت بلت، يمكن من اسهلهم واكثرهم استخداما الطريقه اللي هتشوفها قدام حضرتك دي دلوقتي، ويمكن اساتذتنا واخواتنا في مستشفى ابو الريش في قسم البيدياتريك سيرجري البلاستيك بيدياتريك سيرجري من اكتر الطرق اللي بيستخدموها عشان يقفلوا بها الكليفتات هي الطريقه دي. زي ما انت شايف بيعتمد على انه بيرفع الفلاب كده ويسيبه اتاتشد من عند الجريتر بلاتين فريمن، ويبتدي زي ما انت شايف كده يفصل اهو، نفس الكلام اليمة التانية، ويبتدي يحافظ على الاتاتش الاوريجين بتاع الجريتر بلاتين اهو فريمن اهو، ويبتدي يخيط اللاير، يبتدي يجيب النيزل لاير زي ما انت شايف، وبعد كده يخيط الماسكلر لاير اللي هي الماسلز وفي السوفت بلت وبالتحديد التنسور فلاي بلاتيناي والليفيتور فلاي بلاتيناي، وبعد كده يقرب الاثنين من بعض زي ما انت شايف كده ويخيطهم، والجزء ده بيسيبوه يحصل له هيلينج بحاجه اسمها سكندري ابيثيلياليزيشن. برضو من ضمن الحلول زي ما انت حضرتك شايف كده حاجه اسمها تانج تو ليب تاي، لو انا مثلا عيان عنده مانديبولار ريتروجن او زي البيروبن سندروم عنده ديفيكالتي في البريذنج لان الطنج راجع لورا ومقلل من المساحه بتاعه الاوروفارينكس، احد الطرق اللي بيلجأوا ليها او اللي بنلجأ ليها ان انت تشد الطنج لقدام وتخيط في اللور ليب. فزي ما انت شايف كده اهو هو بيرفع لاير من اللور ليب اهي، وبعد كده بيرفع لاير من الفنترال سيرفيس او الانر سيرفيس بتاع الطنج اهو زي ما انت شايف كده، وبعد كده يروح عامل ايه؟ يروح واخد اللاير اللي رفعها من اللب يخيطها في الطنج، واللاير اللي رفعها من الطنج يخيطها في اللب، يعني كانه بيشد الطنج لقدام وبيعمل له فيكسيشن في اللور لب زي ما انت شايف كده اهو، شايف هنا اهو هو بيخيط اللاير اللي رفعها من اللب اهي، بيخيطها فين؟ في الطنج اهو بالمنظر اللي انت شايفه ده، وابتدى اهو يخيط برضو اهو من الكورنر الثاني اهو الجزء اللي رفعه من اللب زي ما اتفقنا في الطنج في الماسكلر ستراكشر اوف ذا تانج، ويبتدي يجيب اللاير اللي رفعها من الطنج يخيطها فين؟ في اللور لب. وهنا شايف السبريت بيتاكد ان دي يعني اللاير بتاعه اللب دي مفصوله عن الطنج، ده كله عشان بعد كده قدام لما هيعمل ديستراكشن من ضمن الحلول مثلا هيفصل بقى يفصل الطنج ده لانه ممكن يحصل انكيلوجلوسيا، بس انا هنا عايز اسكيور واحسن من الاير واي عند العيان. هيبتدي اهو يجيب بقى اهو يخيط الطنج في اللور لب، وزي ما انت شايف كده عمال بياخد كذا غرزه في الطنج يعديها وينزل بيها بحيث انه سكيور الطنج كله at least the anterior two third of the tongue اهو زي ما انت شايف بيشده لقدام وهيروح جايبه ومخيطه فين؟ في اللور ليب. تمام؟ زي ما انت شايف قدامك اهو. اهو عمال يلف وداير اما يدور. اهو
زي ما انت شايف، بحيث انه هيجي في النهاية يروح واخد الليلة دي كلها ومسطشرها في مين؟ في اللور ليب. رائع جدا. يبقى اللسان واللور ليب as one unit، وبكده يضمن بان لسانه على طول الخط مشدود لقدام، فموسع الاورو فارينكس من ورا عشان النفس بتاعه. اهو زي ما انت شايف كده، اهو اهو طلع بيه النيدل اهو، تمام. سلك 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 ويبتدي ياخد بقى ده كله، شايف كأن اللسان، شايف اللسان من الطرفين اهو شده كله لقدام، ويبتدي يعمل له ايه اهو، يسكيور في اللور ليب. بس كده كأن اللسان واللور ليب بقوا حتة واحدة. تمام كده، تمام. من ضمن الحلول برضو اللي ممكن تعملها اللي هي الأورثوجناسيك سيرجري والكرينيال فوليت ريكونستراكشن، وده بيحتاج ان انت تعمل طبعا كون بيم وبلاننج على الكمبيوتر اهو زي ما انت شايف، وتصور العيان كلينيكال اكسترا اورال وانترا اورال عشان تشوف سنانه عامله ازاي، وتعمل له سيفالومتريك عشان تشوف انت هتتحرك قد ايه. ممكن تعمل الديزاين كمان والاستيوتومي بلانز على الكمبيوتر وتوري العيان النتيجه اللي هنحصل عليها. تمام جدا. طيب اهو زي ما انت شايف قدامك كده، اهو بتبتدي تعمل بلاننج وتحرك الدنيا قدام العيان اهو. ده كان قبل وده بعد. من ضمن الحاجات بقى اللي ممكن تعملها عشان تحسن برضو الشكل والمظهر حاجة اسمها جينيوبلاستي، اللي هي يعني عملية تجميل للدقن، وبرضو ده موال زي ما اتفقنا بان محاضرة النهاردة هي بداية وتفتيح كلام لسلسلة محاضرات وموضوعات كتيرة هنتكلم فيها. جينيوبلاستي، والله الجينيوبلاستي دي ممكن واحد دقنه بارزة بزيادة، اللي بنسميها الويتش تشين، اللي هي دقن الساحرة بارزة لقدام كده، او تشين ريتروجن ما عندوش دقن اصلا زي اللي بيير روبن سيندروم مثلا. تمام اهو زي ما انت شايف ابتدى يفصلها ويطلعها قدام وبيثبتها بالبليت اند سكرو، وهنا طبعا بيسكيور بعد العملية علشان الهيماتوما يقللها اهو زي ما انت شايف. طب ده دقنه صغيرة مثلا، طبعا القط تحت المينتال فريمين على الاقل بخمسة ميلي، وفوق الانفيريور بوردر اوف ذا ماندبل على الاقل ب 10 مللي، وهنا عمل اوجمنتيشن، حط جرافت ما بين التو سيبريتد سيجمنت عشان يزود الهايت بتاع التشن. طب ده هنا في عندي تشن ديفيشن زي ما انت شايف، هيروح جاي بديزاين كده اهو وياخد الميل ويعكس، هيقلبها اهو قلبها، فيحصل هنا ايه سيمتري. كان في الاول اسيمتري، شايف الميد لاين نتيجه دي ودي، هنا ظبطت الميد لاين اهو بقى ايه متناسق مع بعضين. انا ممكن كمان اعمل جينيوبلاستي بقاله بلاستيك ماتيريال، حاجه زي الكولاجين، ازود بيها البروز بتاع دقن العيان زي ما هو واضح قدام عليك كده في الصوره اهو. ممكن اجي من اول الجانبي بتاع المينتال فريم لغايه لقدام بالالو بلاستيك كولاجين. من ضمن الحلول زي ما اتفقنا حاجة اسمها مانديبولار سابيكال اوستيوتومي، ده زي ما انت شايف كده العيان ده عنده اللور ليب اكسبوجر نتيجة مانديبولار بروجناسيزم، فهنا الدكتور لجأ بانه هيلجأ للمانديبولار سابيكال اوستيوتومي بانه هيعمل اوستيوتومي ويفصل الجزء الامامي من المانديبول من القناين للقناين ويبتدي يقلبه لورا بحيث انه يقلل اللور ليب اكسبوجر ده زي ما انت شايف قدامك كده اهو، زي ما انت شايف كده قدامك، ويرجعه لورا فتعكست البايت اهي، وبالتالي اللور ليب اكسبوجر هيقل. ده انا كمان ممكن اعمل توتال سب ايبيكال اوستيوتومي اهو، ان اجي من عند كان حاجه اشبه بالبايلاترال ساجيتال سبليتنج اوستيوتومي، ولكنها مش كده اهو، افصل كل المانديبولار تيس. وطبعا شايف الخطوه دي مهمه جدا، انك سبورت الانفيريور بوردر اوف ذا ماندبل بالثم في النص والتو اندكس عند الزوايا عشان تضمن بان الكوندايل في الفصه، عشان تتجنب ما يعرف بعد كده بحاجه اسمها الكوندايلر ساج، سواء كان في البايلاترال ساجيتال سبليتنج اوستيوتومي او هنا في التوتال سب ايبيكال اوستيوتومي. رائع جدا.
كمان من ضمن الحلول حاجة اسمها انترا اورال فيرتيكال ريموس اوستيوتومي، وده المنظر اللي انت شايفه ده هو افضل مكان تعمل فيه الاوستيوتومي، ما تنزلش بالخط بتاعك مستقيم. ليه؟ عشان تضمن ان انت ما تقطعش في الانسيرشن بتاع الميديال تيروجويد ماسل. بتيجي زي ما انت شايف كده من عند البوستيريور بوردر اوف الريموس بحوالي من 7-8 ملي، تبتدي تقطع تنزل كده، وبعد كده تاخد زاوية تمشي كده بحيث انك تسيب الانجل اوف ذا ماندبل دي ميديالي كانسيرشن للميديال تيروجويد ماسل زي ما انت شايف كده. تمام، اهو زي ما انت شايف الجزء اللاترال هو اللي بره، والجزء الميديال ده هو اللي بينزل تحتيه وبيتثبت سواء كان ببليت وسكرو او بسكروز على طول كده زي ما انت شايف. برضو من ضمن الحلول حاجة اسمها inverted L mandibular osteotomy زي ما انت شايف حرف L بس مقلوب، ويبتدي بقى تنزله لتحت تطلعه لقدام inverted L mandibular osteotomy. كمان الحاجة الشهيرة جدا اللي هي بسو bilateral sagittal splitting osteotomy، ده ممكن تعمل فيه mandibular advancement او even mandibular retrusion، رائع جدا. Distraction osteogenesis جهاز هيركب اهو مثلا ده البيير روبن سندروم، جهاز بيركب وتقعد كل يوم تزود في المسافة ما بين التو سيجمنت ويتكون عظم في النص، بيتكون من سيرجيكال او الديستراكشن اوستيوجينيسيس دي اول حاجة سيرجيكال فيز اللي بتعمل فيها الانسيجن بتاعك وبتركب جهازك وبتستنى اسبوع او اسبوعين بيسموها ليتنت فيز عشان يحصل هيلينج للسوفت تيشو، وبعد كده تبتدي تشغل الجهاز بتاعك تلف لفة لفتين تلاتة. تمام، ده الريزم ديستراكشن ريزم اللي هي عدد اللفات في اليوم. طب الريت بتاعك هزود ملي 2 ملي كل يوم، وبعد ما اوصل للمسافة المطلوبة عندي بعمل حاجة اسمها كونسوليديشن فيز، بستنى على الاقل 3 شهور عشان العظم ده يتكلس وينشف. ديستراكشن اوستيوجينيسيس، شايف المنظر اللي قدامك؟ شايف ركبنا الجهاز اهو، شايف الارش بتاعك وسع ازاي؟ رائع جدا اهو، شايف ممكن يركب في كذا حته. لو عايز اطول الهايت بتاع الفيرتيكال ريمس، لو عايز اطول الانترو بوستيريور دايمنشن اوف ذا ماندبل، تعالى كده على الفيديو الصغير اللي قدامك ده نشوف فيه يعني ايه مانديبولار ديستراكشن. هذا اهو عيان عندي بيير روبن سندروم زي ما انت شايف كده. طيب هبتدي يعمل ايه؟ شايف بقى الطنج راجع لورا، بص المسافه بتاعت الاوروفارينكس ضيقه، مسافه الاوروفارينكس ضيقه، اللي هيحصل بان انت هتبتدي تركب الجهاز بتاعك اهو انترا اورال انسيجن، وبتفصل التو سيجمنتس بتاعتك وبتثبت على كلا الجانبين الجهاز بتاعك الديستراكتور انسترومنت بتاعتك، وتستنى الليتنت فيز من اسبوع لاسبوعين، وتبتدي كل يوم بقى تلف لفة لفتين تلاتة على حسب، وعلى حسب انت عايز تزود قد ايه كل يوم، ملي ولا 2 ملي ولا قد ايه. شايف هذا الجهاز ده مش بس يزود لك في مستوى افقي، ده ممكن كمان يكون في تانية زي ما هتشوف دلوقتي، ياخد لك الايه دايركشن بتاع الماندبل معاك. ده هو ده اللي احنا نقصده، الف لفة ولا لفتين، ازود ملي ولا 2 ملي، وهكذا. اهو انا كده طولت الماندبل، شايف بقى شايف اللفة دي، جهاز رائع رسم لك شكل الماندبل. تمام، بص بقى على مسافة الاوروفارينكس، شايف وسعت ازاي، شايف النفس بقى احلى ازاي، رائع جدا رائع جدا. طيب تعالى بقى بعد كده اهو، ده برضو مثال تاني، شايف الفرق؟ اهو شايف الفرق، شايف المانديبولار ريتروجن اللي كان عندي، شايف المسافة اللي انا زودتها بالديستراكشن، وهنا عمل جينيو بلاستي كمان ادفانسمنت للتشن. استخداماته كتير جدا سواء في المانديبول او المكسيلا. من ضمن الحاجات او الحلول اللي ممكن تستخدمها حاجة اسمها anterior segmental maxillary osteotomy. افترض العيان مثلا عنده maxillary protrusion، الله ممكن تيجي على الفور ده وتروح خلعه والسوكت بتاعه ده كده تشيله كله على بعضيه، وتسيباريت الانتيريور ماكسيلا وترجعها لورا،
اهو زي ما انت شايف قدامك كده في الصور، اهو اهو سيباريتد الانتيريور ماكسيلا عن النيزل فلور وعن بقيه الماكسيلا، ويبتدي شايف يرجعها لورا ويثبت اهو. هذا صوره قدامك اهي، شايف المنظر؟ هيبتدي يخلع هنا هو كده الفور او الفايف، ويبتدي يروح ايه فاصل الانتيريور ماكسيلا ومرجعه، شايف المنظر؟ رائع جدا. كمان في عندي حاجه اسمها السارمي. ايه سارمي دي؟ سيرجيكال اسيستد رابيد ماكسيلاري اكسبانشن. يعني انا عايز اعمل ماكسيلاري اكسبانشن بديستراكتور، لكن ده انا هنا كمان هعمل كاني بعمل ليفورت 1، هفصل الماكسيلا خالص من فوق وافصلها من النص واركب الجهاز بتاعي، فده بيعمل لي سيرجيكال اسيستد رابيد ماكسيلاري ايه اكسبانشن زي ما انت شايف قدامك كده. تمام اهو، شايف فصل الماكسيلا كلها وقسمها من النص كمان عشان يوسع الدايمنشنز بتاعته، وراح مركب الايه الديستراكتور بتاعه اللي هيعمل بيه اكسبانشن للماكسيلا. كمان من ضمن الحلول حاجه اسمها ليفورت 1 اوستيوتومي، وزي ما انت شايف بتفصل الماكسيلا كلها، وشايف هنا الكيرفد اوستيوتوم، شايف وانت جاي تفصل الماكسيلا في منطقه التيريو ماكسيلاري اريا، شايف الصباع اليمة التانية بيحس وبيمنع الاوستيوتوم ده انه يعدل اليمة التانية عشان ما يبهدلش فايتال ستراكشرز، شايف بيفصل الماكسيلا خالص عن النيزل فلور وعن الماكسيلاري ساينس اهو زي ما انت شايف كده الستيب دي كده عشان الزيجوماتيك بروميننس او مالر اهو اهو، ويبتدي بقى يعمل سواء ادفانسمنت سواء ريتروجن سواء ديس امباكشن وات ايفر بقى اللي ناوي يعمله. وشايف ده الكنش الغرزه اللي بياخدها، ياخد بها الاله هنا بتاعت النوز وينزل انترا اورال ياخد الاله الثانيه ويضم، ده اسمه كنش سوتشر او ستيتش، بيضم الاله وزنوز مع بعضيها. هذا ليفورت 3 اوستيوتومي بيفصل بقى كانه فاصل الميد فيس كله عن الكرينيوم ويثبت. وخلونا مع بعض كده نستعرض فيديو سريع للليفورت تايبس اللي ممكن تستخدمها، ليفورت 1 فيس كوريكشن او ليفورت بصفه عامه. هذا ليفورت 1 والله ممكن يتعمل سيرجيكالي او ايفن اف يتعمل بيه ديستراكشن اوستيوجينيسيس. هنا الراجل اهو بيقول لك في عندك امبيرد في الماكسيلا جروث اهو زي ما انت شايف، هيعمل ايه؟ هيبتدي بقى يا اما يفصل الكلام ده جراحيا يا اما يركب ديستراكتور. اهو هنا هيفصل اهو الماكسيلا ويطلعها ويثبت ببليت وسكرو، او ايفن اف انه يركب ديستراكتور ويعمل ديستراكشن اوستيوجينيسيس ممكن يركب الجهاز انترا اورال او ايفن اف اكسترا اورال. تحس ان فاكرين لاعب تشيلسي ده اللي كان لابس ماسك على وشه كده، حاجه كده العيال ماشي بماسك على وشه كده اهو، بص المنظر هيبقى عامل ازاي. ده الانترا اورال ديستراكتور زي ما انت شايف، يا اما اكسترا اورال زي ما انت شايف كده. طبعا حاجه بالنسبه لطفل صغير هتعقده نفسيا. شايف النتيجه؟ هذا بري اوبريشن وهذا بوست اوبريشن. طب وات اباوت ليفورت 2؟ هنا في عندي مشكله في الماكسيلا والنوز معاها، يعني في نيزل ديفيشنسي برضو. هي نفس القصه بيمشي بشكل هرمي، كانك بتتكلم بالظبط على ليفورت 2 فراكتشر. فاكرين محاضره التروما؟ اهو بيبتدي يعمل ادفانسمنت للبيراميدال بارت ده اللي هو الماكسيلا مع النوز، او تحس والله كاننا بنتكلم في محاضره الميد فيس فراكتشر. اهو هنا بيوريك اهو المده اللي هيعمل فيها ديستراكشن، ولازم يستنى بعديها على الاقل 3 شهور. شايف الفرق ما بين بري اوبرتيف اند بوست اوبرتيف؟ رائع جدا. ليفورت 3 هنا بقى بيفصل الفيس كله عن الكرينيوم، يعني بيقطع من عند الزيجوماتيكو فرانتال
سوتشر وزيجوماتكو تيمبرال وبيشد ده كله كده لقدام سواء سيرجيكالي او ايه بديستراكتور. رائع جدا اهو زي ما انت حضرتك شايف كده قدامك ادي النتيجه بتاعتنا قبل بري اوبرتيف اند بوست اوبرتيف اهو ادي النتيجه بتاعتنا اهي زي ما انا قلت لحضرتك بري اوبرتيف اند بوست اوبرتيف اهي تمام. يبقى دي تايبز اوف ليفورت. طيب تعالى برضو ده فيديو صغير تاني بيوضح حاجه اسمها باي ماكسيلاري اور سوجناسيك سيرجري. هنا انا مثلا عايز اعمل امباكشن للماكسيلا اطلعها لفوق اقلل من الهايت بتاعها واطلع المندبل اللي قدام عن طريق الباي لاترال ساجيتال سبليتنج يوستيوتومي واثبت. رائع جدا هذا فيديو تاني اهو بيوضح لك اهو شايف ده الاير واي اهو الاوروفارينكس ضيق لان الطنج راجع لورا ومضيقه هيبتدي يعمل ايه ده الاورثودونتيك العادي لكن هيبتدي يعمل ايه بقى باي لاترال ساجيتال سبليتنج يوستيوتومي وماكسيلاري ادفانسمنت اللي هي باي ماكسيلاري اورثوجناسيك سيرجري اهو شوف طلع لقدام. بص بقى الفرق ما بين الاير واي تحس ان النيزو والاوروفارينكس بي ايه بيوسعوا كمان. هنا عمل للعيانه دي حاجه اسمها جينيوبلاستي يعني حسن من منظر الدقن بتاعها. بص النتيجه على الاير واي شايف الفرق قبل شايف الفرق بعد فرق رهيب العيان بيحس براحه في النفس بعد كده رائع جدا. من ضمن الحاجات بقى اللي بنلجأ ليها برضو ك حل من ضمن الحلول بتاعه الكرينيو فيشال سيندرومز حاجه اسمها فرانتو اوربيتال ادفانسمنت اند انتيريور كرينيال فولت ريكونستراكشن. فاكرين السيندروم دي اسمها ايه؟ انتيريور بليجيوسيفالي. هنا في بريماتيور فيوجن اوف يونيلاترال كورونال سوتشر. فاكرين لما كان بيحصل فلاتنينج هنا في منطقه الفورهيد اوف السيم سايد ويحصل ريسيس للزيجوما والسوبريور اوربيتال ريم. ادي هنا اهو ابتدى يعمل حاجه اسمها تارزورافي. تارزورافي دي تو بري يعني يحمي الجلوب اوف ذا اي. تارزورافي بيخيط التارز البليت بتاع الابر واللور ايلاند مع بعض. وهنا هو عمل ايه؟ باي تمبرال او كورونال فلاب زي ما انت شايف اهو. وده هنا كده بيحقن حاجه اسمها تيوميسنت فلويد. ده بيبقى عباره عن لوكال انسيستيك دراج ومعاه فازو كونستريكتور تمام عشان يقلل البليدنج وكمان يعمل سيباريشن يساعد في الهايدرو ديسكشن بتاع التيشوز. هذا هو زي ما انت حضرتك شايف قدامك كده ده انتيريور بليجيوسيفالي اللي باللون البيربل دي او البنفسجي دي الجزء بتاع الكرينيوتومي. والجزء اللي بالازرق ده مهم جدا اسمه الاوربيتال باندو او بانداج. دي اللي هنقص ونلزق فيهم بقى. ادي اهو ابتدى يفصل ده عن دي اهو بالمنظر اللي انت شايفه ده كده قدامك اهو ابتدى يفصل بقى الفرانتال بون اللي هو جزء الكرانيوتومي يقصقصه ويبتدي يعدل من الكيرفيتشر بتاعه. والبنداج بتاعتك زي ما انت شايف ابتدى يقصقص فيها ويظبطها كده زي ما انت شايف ويثبتها بالبليت والسكرو اهو شايف راسم الاربع تربع ابتدى يقص هيقص من هنا ومن هنا ويبتدي يظبط الايه الالاينمنت بتاعتها ويثبت بشرايح ومسامير. وهنا في العيان ده مثبت بريزوربابل بليت اند سكرو اهو المنظر اللي حضرتك شايفه ده اهو شايف المنظر قبل شايف شايف الفرق ما بين هنا شايف بقى هنا شايف تمام رائع جدا. طيب هذا برضو اهو كوركشن اوف الفورهيد ان بليجيوسيفالي فيديو سريع كده بيوضح الليله. ممكن نقول بانه البليجيوسيفالي ده زي ما اتفقنا بانه بريماتير فيوجن اوف مين كورونال سوتشر. هنا بيوضح لك اهو الانتيريور فونتانيل والبوستيريور فونتانيل اهو هذا الانتيريور بليجيوسيفالي. في عندك بريماتير فيوجن اوف الكورونال سوتشر يونيلاترال بتبتدي تعمل الانسيجن بتاعك هنبص ازاي بالظبط دلوقتي
ده اهو اليما اللي ما فيهاش الجزء ده اكسسيف جروث، اليما التانية فيها ديفكت في الجروث، هتعمل كورونال انسيجن. طبعا التعريج اللي انت شايفها دي عشان لما تيجي ترجع الفلاب تاني ترجعه للنقاط دي، يسهل معاك في عملية الري الاينمنت. الدريلنج اهي في البونز اهو، ادي الدريلنج في الكرينيال بون، وهذا هتبتدي توصل، هذا هو منطقة الكرانيوتومي. ما تنساش كمان منطقة الايه اهي بالظبط، ادي الاوربيتال باندو او بانداج اهي، هيبتدي يفصل كده اهو، وحرفيا قص ولزق قص ولزق. الاوربيتال باندو طلع اهو، يبتدي يعدله، يقص ويعدل فيه اهو بالظبط زي ما انت شايف كده. كمان الكرانيوتومي فيلد او بارت، شايف الجزء اليمين هيجيبه شمال والجزء الشمال هيجيبه يمين. بص بص ركز كده اهو، الجزء الشمال جابه يمين والجزء اليمين وده شمال، وراح حاطط العظمتين اهو، ده لفهم كمان وثبت، عمليه قص ولزق بالظبط، رائع جدا. طيب تعالى بقى من ضمن برضو الحلول اهو، كلاسيك كوركشن اوف السكافوسيفالي. فاكرين السكافوسيفالي اللي هو بريماتيور فيوجن اوف مين؟ ها برافو، ساجيتال سوتشر، برافو رائع جدا. زي ما احنا شايفين اهو، هذا النورمال سكال، هذا الساجيتال سوتشر، لو حصل له بريماتيور بينتج عنه ايه؟ اكسلنت انكريز الانتروبوستيريور دايمنشن اوف ذا سكال وناروينج ترانسفيرسلي. اهو زي ما انت شايف كده، تحس انه زي ما يكون حد فعص دماغ العيان دي من الجنب، فبزط من قدامه ومن ورا زي ما انت شايف كده اهو. هيبتدي برضو يعمل ايه الانسيجن بتاعك اهو، راح جاي كده في نص السكال، هيبتدي يعمل يرفع الفلاب بتاعك، وهيبتدي بقى الشغل كله هنا في منطقة مين؟ الساجيتال سوتشر اهو، ده فلاب تاني ورا رائع جدا اهو، ابتدى يحدد النقاط بتاعته اللي هيعمل فيها دريلينج، وهيبتدي يقص العظمة اللي في النص اللي هي بتاعة منطقة مين؟ الساجيتال سوتشر زي ما انت شايف كده رائع. وهيبتدي يقص البرايتال بونز بقى، هيفصل البرايتال بون نفسيها. ليه؟ البرايتال بون دي طويلة انتروبوستيريور، يعني كبيرة انتروبوستيريور، عايز اضيقها شوية، عايز المها شوية، اقصر الطول ده شوية. زي ما انت شايف طلعت العظمة اهو، يمسك بقى البرايتال بون دي ويبتدي يقصقص فيها تراينجلز اهو، ويشيل التراينجلز دي هيحطها على جنب، ويبتدي يضم الفتحات دي على بعض، هيلمها اهو زي ما انت شايف كده، راح جايب واير وقعد يضم العظم ده، بيقلل من الانتروبوستيريور دايمنشن، ويروح مرجعه ومثبت اهو زي ما انت شايف كده اهو. بص بيضم اهو، لما يضم الضمه دي هتقلل لك الانتروبوستيريور ايه دايمنشن بتاع السكال، ويجي على منطقه الانتيريور كرينيال فيلوت هيقللها اهو، قلل الفور هيد بوسنج بتاعي، والعظمه اللي كانت في منطقه الساجيتال سوتشر قصها نصين، حط واحده كده بالعرض والثانيه بالعرض، بيثبت. وهذا بقى الكام عظمه اللي اتقسم لتراينجلز بيرجعهم، شايف المنظر اختلف ازاي؟ بص المنظر قبل وبعد رائع جدا. طيب تعالى بعد كده بص على سبرينج ديستراكشن سكافوسيفالي برضو، بس هنا بقى بديستراكتور، ديستراكتور بسيط جدا، عارف الدبوس المشبك الدبوس ده؟ هو بالظبط هيحط دبوس، يعمل ايه؟ يوسع الاسكال دي ترانسفيرسلي زي ما انت شايف قدامك كده، برضو بيوضح لك تاني يعني ايه كلمة سكافوسيفالي. وهنا نفس القصة، هيقص من النص اهو زي ما انت شايف اهو، ويبتدي يحط سبرينج دبوس مضغوط بحيث انه يوسع على مدار الايام السكال ترانسفيرسلي. بص على المنظر ده كده اهو، عمل الانسيجن بتاعه تمام، وراح مقصقص ايه ده اهو، بيحدد الدريلات بتاعته
وهيروح مركب مين؟ هيقص بقى العظمه من هنا ومن هنا، وزي ما اتفقنا. ها يلا يا جميل الملامح، وراح مركب شيء اداه ديستراك بسيط جدا، تحسه مركب دبوس مشبك اهو. اسوي يسيب بقى هيقفل، يبتدي يعمل الدبوس ده، يفتح السكال على جانبيها بالمنظر اللي انت شايفه ده، رائع جدا. طيب ادي اهو، لو جينا مثلا فاكرين السندروم دي او الجزء ده من الكرينيو ساينوستوزز، المشكله كانت فين؟ كانت في الميتوبيك سوتشر، عمل بريماتيور فيوجن فنتج عنه الترايجونوسيفالي. تحس ان الفرانتال عامله زي المثلث، نفس الكلام هتعمل ايه؟ اهو ده الجزء اللي بالبيربل ده الكرانيوتومي بارت، والجزء اللي بالازرق ده الاوربيتال باندو، نفس الكلام اهو، ويبتدي يعدي القص ولزق عشان يظبط الدنيا، رائع جدا. اهو كوركشن اوف الفورهيد اور لترايجونوسيفالي هيوضحها لك بسرعه اهي. ادي المشكله هنا عندي في الميتوبيك سوتشر اللي هو بيكون موجود في البدايه خالص ما بين او في الفرانتال بون، وبعد كده بيحصل له فيوجن وبيختفي اهو. فينتج عنه الترايجونوسيفالي زي ما انت شايف كده، هتبتدي تعمل الانسيجن بتاعك كورونال انسيجن او باي تيمبرال انسيجن اهو، رائع جدا. وتبتدي تحدد البوينتس اللي هتعمل فيها دريلينج، اهو حدد اهو ادي الكرانيوتومي بارت، وهيبتدي بعد كده كمان يقص الاوربيتال باندو، ادي الكرانيوتومي بارت اهو، وادي الاوربيتال باندو بقى اهو اهو، ادي الاوربيتال باندو زي جوماتكو فرانتال سوتشر ونيزو فرانتال سوتشر، وادي هيقص من النص من منطقه الميتوبيك سوتشر اللي حصل فيه البريماتيوري فيوجن، يبتدي يعدل من الاوربيتال باندو قص ولزق، رائع جدا. يرجع ويبتدي يعدل من جزء الكرينيو الكرينيوتومي بارت قص ولزق برضو اهو، ويبتدي يثبت الكلام ده بشرايح ومسامير زي ما انت شايف اهو، فصل الاثنين والجزء اليمين جابه شمال والشمال يمين، وقلب فوق لتحت، الشكل اختلف تماما تمام اهو، ويرجعه ويثبت بشرايح ومسامير، وغالبا بيستخدم ريزوربر بليت اند سكرو، رائع جدا. كمان ممكن تعمل حاجه اسمها بوستيريور كرينيال فوليت ريموديلنج، ادي برضو كلمه سكافوسيفالي، هنا هيشتغل على الجزء البوستيريور وان ثيرد اوف ذا كرينيوم اهو زي ما انت شايف كده قدامك، بحيث انه يوسع السكال دي من ورا ويضيق الحجم بتاعها انتروبوستيريور اهو زي ما انت شايف كده، قص ولزق، رائع جدا. ده انا ممكن اعمل كمان توتال كرينيال فوليت ريكونستراكشن، شايف بس البنوته الجميله دي اللي عندها سكافوسيفالي، شايف الانتروبوسترو دايمنشن بتاع السكال كبير ازاي؟ بص بقى بعد 18 شهر شايف الدايمنشنز هنا لترانزفيرسري كانت ضيقه هنا وسعت ازاي؟ وشايف الانتروبوسترو دايمنشن هنا قل ازاي؟ وشايف تدويره السكال على عكس ما فوق كانت تحسها مفعوصه من الجنبين، رائع جدا. ممكن اعمل توتال كرينيال فوليت ريموديلنج اهو زي ما انت شايف قدامك كده في الصوره، هذا بيشنت اهو قدامك، تحس انه عنده ايه تاور سكال، رائع جدا. طب وات اباوت الاوربيتال بوكس استيوتومي، هذا قصه الهايبرتوليريزم، انا بقرب التو اوربتس من بعض، ده كده نورمال، تحس ان المسافه ما بين الميديال كانسس كانها مسافه عين واحده، لو زادت تبقى تيلي كانسس تمام. طيب لو التو اوربتس بعدوا عن بعض كده، التو اوربتس نفسيهم هايبرتلوريزم، ده انا ممكن كمان يكون عندي هايبرتلوريزم وتيلي كانسس كمان. هذا الاوربيتال بوكس استيوتومي، هذا حاجه زي كده، فاكرين الاوروفيشيال كليفت، شايف
الاوربيتال بوكس استيوتومي ده بقى بيتعمل ازاي؟ اهو زي ما انت شايف كده، ادي السيريو لايثوجرافيك موديل، شايف المنظر؟ هيبتدي يقص من هنا كده الحته دي ويفصل دي كده ويروح مقرب التو اوربيتس دول كده من بعض بالمنظر اللي انت شايفه ده، اهو قربهم من بعض وثبت اهو، شايف؟ شايف المنظر؟ شايف التو اي هنا؟ لا هنا، قربوا من بعض. اوربيتال بوكس استيوتومي، شايف المنظر بتاع القطر الفي شيب ده؟ اتشال وتقربت التو اوربتس من بعض، وعمل كمان انتيريور كرينيال فوليت ايه؟ ريموديلنج او ريكونستراكشن. شايف المنظر من الجنب بقى عامل ازاي؟ شايف الاكس اوف سالمس قلت هنا ازاي؟ رائع جدا. كلمة ده فيديو بيوضح الفاشيوتومي او الكرينيال فوليت ريموديلنج. تعال نبص كده مع بعض. اهو زي ما انت شايف قدامك كده كلمة مونو بلوك فاشيوتومي. هذا هو عيان بيعاني من ميد فيس ديفيشنسي ونيزل ديفيشنسي كمان، اهو زي ما انت شايف هيروح جاي ببساطة شديدة جدا فاصل الفيشيال بون دي وعامل انتيريور كرينيال فولت ايه ريموديلينج. هنا هيعملها بديستراكتور، يعني هيحط ديستراكتور ديفايس ويبتدي. خلونا نشوف مع بعض فيديو كده يوضح يعني ايه كلمة مونو بلوك اند فيسيوتومي. انا هنا عند عيان مثلا عنده ميد فيس ديفيشنسي اند نيزل ديفيشنسي، هيبتدي زي ما اتفقنا هو عايز يظبط الجزء ده، يا اما تظبطه سيرجيكال يا اما هنا من احد الحلول انه هيركب ديستراكتور، هيعمل ديستراكشن اوستيوجينيسيس، اكشوالي هيحرك الانتيريور كرينيال فولت مع الميد فيس لقدام بديستراكتور. اهو المنظر اللي قدامك ده عمل اهو الاوستيوتومي بتاعه وركب الديستراكتور ديفايس، ثبت واحد على البارايتال بون وثبت الثاني اهو، وهيبتدي يزق الجزء بتاع اهو الكرينيال فيلوت اند الميد فيس زي ما انت شايف كده. رائع جدا، شايف المنظر اختلف ازاي؟ طبعا هيجي بعد كده هيشيل الديستراكتور ديفايس. تمام، اهو زي ما انت شايف كده بيوضح لك كده المده اللي هيعمل فيها الديستراكشن، وطبعا الكونسوليديشن فيزل على الاقل بتكون 3 شهور. هذا شكل العيان بري اوبرتيف، وهذا شكله بوست اوبرتيف. هذا اهو شايف بقى انا هنا عملت ايه؟ انا هنا استخدمت انتيريور كرينيال فولت ريموديلنج اهو مع الاوربيتال باندو، وعمل كمان باي ماكسيلري اورثوجناسيك سيرجري، شغل قص ولزق. هذا هنا اهو شايف هنا عمل تقريبا توتال كرينيال فولت ريموديلنج، ده انتيريور كرينيال فولت ريموديل وميدل كرينيال فولتري موديل مع الاوربيتال باندو. شايف المنظر؟ شايف الاكس اوف سالمس اللي كان موجود اختفى هنا ازاي؟ رائع جدا. شايف هذا منظر العيان عنده كراوزن سندروم، شايف الهايبر توليريزم اللي كانت موجوده؟ تمام، شايف هنا الى حد كبير ظبطت ازاي. هذا الاوربيتال بوكس استيوتومي مع انتيريور كرينيال فولت ريموديلنج، شايف ابتدى يعدل في الاوربيتال بندو قص ولزق ويثبت بيه شرايح ومسامير. وبكده نكون وصلنا مع بعض نهاية محاضرتنا النهاردة. اتمنى بان حضراتكم تكونوا استفدتم واستمتعتم بيها، وكالعادة لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة فحالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبة لاصدقائنا ما تبخلوش علينا بدعمكم وتقدكم الايجابية عن طريق اللايكات والشير، وارجوكم خدوا لفة في محاضراتنا اللي موجودة على القناة. تشرفت بوجودي مع حضراتكم، نلتقي في محاضرات تانية جديدة، مع السلامة.